مرحبا بكم جميعا في هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن القومي لنتناول فيه جملة من المسائل ذات العلاقة أولا بما يسمى بفيروس الكورونا، ونتناول فيه أيضا هذه العملية الجبانة التي وقعت منذ يومين. بالنسبة إلى هذا الفيروس الذي انتشر واتسع انتشاره في عديد الدول، تم اتخاذ جملة من الإجراءات كما يعلم الجميع في عدد من الدول ومن بينها تونس. ليست المرة الأولى كما يعرف الكثيرون أن تنتشر الأوبئة في بعض الدول أو تنتشر في داخل الدول، لكن اليوم المشكل صار عالميا لأن إمكانيات التنقل من مكان إلى آخر هي التي جعلت هذا الوباء سريع الانتشار. تم اتخاذ جملة من الإجراءات في المدة الأخيرة للتقليص من الانتشار، وخاصة تم العزل بالنسبة إلى البعض، ويذكر الكثيرون كيف تم نقل عدد من التونسيين من مدينة يوهان في الصين إلى تونس بتنسيق وإعانة من الشقيقة الجزائر، حينما تمت العودة بعدد من الذين كانوا عالقين بيوهان وتم نقلهم إلى الجزائر ثم إلى تونس وتم العزل. اليوم تم اتخاذ جملة من الإجراءات هذا الصباح، ولكن تم اتخاذ جملة أيضا من الإجراءات منذ أسابيع تحسبا للانتشار. هناك بطبيعة الحال المقاربة الفردية، شخص مصاب يوضع في العزل الصحي ثم بعد ذلك يتم اتخاذ الإجراءات التي يجب اتخاذها، ولكن هناك الحلول الجماعية وأعتقد هي التي يجب التركيز عليها في هذا الاجتماع. لم نصل الحمد لله إلى هذا الوضع، ولكن لابد من أن نفكر في جملة من الإجراءات تحسبا لوقوع مثل هذه الأوضاع. وهذا الجزء الثاني المتعلق بالإرهاب، يعني هو جنون، وبطبيعة الحال الإجراءات المتخذة، وتحية هنا إلى كل قواتنا المسلحة وكل قوات الأمن بكل أسلاكها لما أظهروه من قوة ومن رباطة جيش ومن مواجهة كل المخاطر، وسيتم تكريم عدد منهم إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة اعترافا لهم بما قدموه من تضحيات خاصة في المدة الأخيرة. الإرهاب بطبيعة الحال هو الإرهاب غادر وجبان، ولكن ليتأكد التونسيون كما أننا سنتصدى لكل أنواع الجراثيم أو الفيروسات، سنتصدى أيضا بنفس القوة إلى هذه الجراثيم وإلى هذه الفيروسات مهما كانت ومهما كان مصدرها ومن رتب لها ومن اختار التوقيت ومن اختار المكان. هؤلاء ليسوا خطرا على الدولة التونسية، وليطمئن التونسيون والتونسيات كلهم، بل ليطمئن العالم، وأن في تونس رجال ونساء قادرون لا على مواجهة الأوبئة التي تظهر بين الحين والآخر، ولكن قادرون أيضا على الرد على هؤلاء الذين يرفعون السلاح في وجه الدولة التونسية وفي وجه الأبرياء. رحم الله فقيد الوطن
الشهيد الذي سقط في العملية الإرهابية الغادرة التي حصلت منذ يومين، وألحقه الله بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه، ولن يذهب دم الأبرياء هدرا، لا يقدرون أبدا على ضرب الدولة التونسية. الدولة التونسية متماسكة بمؤسساتها، قوية برجالها ونسائها، قوية بقواتها المسلحة العسكرية وبقوات الأمن وبقوات الحرس الوطني. ربما نتعرض في مستهل هذا الاجتماع لجملة الإجراءات التي تم اتخاذها، والإجراءات هنا لا تهم قطاعا معينا، هي في الظاهر صحية. المخول رئيس السيد رئيس الحكومة وبعده السيد وزير الصحة، لأن الأمر يتعلق بأمر صحي، ولكن يتعلق بالقطاعات كلها، بالرياضة، بالنقل، بالتربية والتعليم. ليطمئن التونسيون، ليس هناك ما يبعث على الفزع. هناك إجراءات تم اتخاذها، وهناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها إن اقتضى الأمر ذلك، بالتنسيق مع كل بين كل الوزارات، ثم أيضا بالتنسيق مع كل الدول الأخرى. صحيح أن هذا الوباء أو هذا الفيروس سريع الانتشار، ولكن سرعتنا أيضا في التصدي وفي الوقاية وفي اتخاذ الإجراءات الاحترازية سريعة الانتشار أيضا، وأسرع ربما مما من هذا الفيروس. الحياة حياة عادية كما هو شأن، ولكن إذا اتخذت إجراءات استثنائية فلا يعني ذلك إطلاقا أن هناك ذعر أو خوف، بل هناك فقط توقي من الانتشار.